يمر رمضان هذا العام بشكل مختلف عن كل السنين الماضية، بمعاناة قاسية وحياة صعبة. كل شيء قد اختلف، تغيرت الحياة بشكل كامل لتصبح حياة القساوة والشقاء، رائحة الدماء والأشلاء في كل شارع من شوارع سوريا، فقدان من بقي حيا لأدنى مقومات الحياة. يعني رمضان ما صفى مثل أولي، صار هلا صفى شهر رمضان شهر الدماء والتنكيل والقتل والفقر، بعد هذا كله لا في كهرباء ولا في مي، يا زلمة صرنا نشتي على شربة المي البردة وما في مي، فقر شديد، العالم ما عاد تشتري الإفطار، وفول منا بشار أسد زايدة علينا قصف وأسر، يعني نقعد على سفرة الأكل نقعد، هذا الأخو أسير، هذا الأخو قتيل مستشهد، يعني ما ظل غصة كله بسبب بشار أسد. مع كل هذا يحاول الأهالي قدر الإمكان أن يوفروا لأنفسهم جوا يجعلهم يعيشون طقوس رمضان. هذه الطقوس المتجذرة منذ عشرات السنين، طقوس تختلف في هذا الشهر الكريم عن كل أشهر السنة الأخرى مهما كانت الآلام والصعاب تعصف بهم. من نحن في شهر رمضان رغم القصف رغم الضرب المدفعي ان الظروف صعبة تعدي علينا، بس ضل نحن في شهر رمضان نمارس حياتنا والطقوس نفسها، والأوضاع الحمد لله رب العالمين، نحن مناطق محررة أفضل من المناطق التي يسيطر عليها النظام، ورغم كل شيء رغم الجراح رغم كل شيء راح نضل نستمر ونتابع حياتنا ونتابعين الثورة حتى يسقط النظام. اجتماع الناس في صلواتهم وابتهالاتهم ودعائهم ومناجاتهم إلى ربهم لا تتوقف في هذا الشهر الكريم، يقابلها سهرات جماعية كلها طقوس رمضانية، كانت في الماضي أحاديث عادية أصبحت اليوم مليئة بالآلام والعذابات التي تعصف بهم. رغم كل الجراح والآلام التي يعانيها السوريون إلا أنهم يصرون على أن يكون لرمضان وطقوس رمضان نكهة خاصة في حياتهم اليومية. ماجد عبد النور، شبكة شام الإخبارية، ريف حلب.